السلام عليكم أعزائي مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ولقاء جديد من داخل محافظة دمياط. إحنا هنا في واحد من مناحل العسل داخل المحافظة. خلينا نقول إن مهنة زي دي ناس كتير بتعمل حسابها، لكن إحنا النهاردة هنعرض نموذج لسيدة بتشتغل في منحل عسل. ست أمل، أخبارك؟ الحمد لله تمام. قولي لي بقى، انت يعني كل يوم بتيجي هنا وبتشتغلي وما بتخافيش من قرص النحل اللي احنا بنسمع عنه ده؟ لا احنا مش بنخاف، احنا اتعودنا بقى خلاص. احنا اتعودنا، وبعدين قرص النحل شفاء وعلاج، كل حاجه النحل بتطلع من النحل شفاء، العسل، الشمع، القرص، يعني الحمد لله. مالك قد ايه بتشتغلي في المجال ده؟ انا بشتغل بقالي 8 سنين. 8 سنين في المجال. يعني بحب. مثلا سيدة وبدأت تعملي شغل أو حاجة، ليه اخترتي موضوع العسل؟ ليه ما رحتيش لحاجة تانية والله انا أهدى بداية شوية؟ كانت بتشجيع من ولاد عمي، يعني هم المنحل كان عندهم وانا كنت بدأت تسويق اسوق، وبعدين حبيت بقى ابقى معاهم شريكة فيه واشوف الحاجة بتتعمل ازاي، فبقيت دايما ودخلت بقى المجال. دخلت بقى المجال. المهنة دي سهلة؟ يعني سهل إن أنا أتعامل مع النحل لو انا وأشتغل فيه؟ حبيتها سهلة، يعني هي هواية اكتر منها، يعني احنا كانت بادئه معانا هوايه او موقف كده اكتر من انها، وحب اكتر من انها كانت مهنه للتربح في الاول، وبعد كده بقى بقت مهنه لما دخلنا فيها التجاره بقى وبدات اسوق لنفسي، لان يعني العسل بالذات عايز تتعامل مع حد ثقه او من او نفسك، يعني احنا لما منتجنا بيخلص مش بنجيب من حد من بره او بنجيب من ولاد عمنا، كان حاجه ثقه يعني. دكتور خلينا نتكلم دلوقتي، دورة التربية بتاخد وقت قد ايه؟ هو موسم كامل النحل بتشتغل فيه سنة كاملة. ده ايه اللي انت حضرتك كنت بتشاور عليه ده؟ ده العسل، ده عسل النحل دلوقتي اهو مختوم اهو. حضرتك ده عسل. ده عسل. الجمع بتاعه بيكون امتى؟ مواسم في السنة أكتر من موسم، في شهر ثلاثة عسل زهرة الموالح، شهر خمسة وستة عسل زهرة البرسيم، شهر تسعة عسل زهرة القطن، وفي مواسم أخرى بقى بتبقى في أماكن أخرى زي الصعيد، السدر، والحاجات التانية كده. حضرتك بقى يعني أفضل نوع في العسل بيكون عسل إيه؟ أفضل نوع في العسل العسل النقي، أيا كان نوعه، العسل النقي اللي مفيش فيه تجزية، اللي مفيش فيه شوايب، اللي مفيش فيه مبيدات، أيا كان برسيم، موالح، قطن، سدر. ولكن عشان احنا عندنا في مصر شجر السدر قليل شويه وموجود في الصعيد، فده بيبقى يعني نادر شويه ونقي شويه وغالي شويتين، لان بيتكلف وقليل وانتاجه عالي قوي. اما العسل المتداول اللي الناس كلها في مصر بتحبه بتستخدمه، عسل زهره البرسيم، واهم حاجه يكون نقي في الحاله دي، فبيكون هو افضل عسل. ست امل قولي لي، انت بتشتغلي قد ايه في يعني تيجي هنا بكام ساعه في اليوم؟ انا ممكن اخلص شغل، لان انا ماليش شغل الاساسي عسل، انا احنا يعني بنشتغل هنا على كام ساعة مثلا؟ يعني ساعتين ثلاثة كده كل يوم اخر النهار، بنيجي بتيجي نبشر هنا العسل ساعتين ثلاثة ونظبطه. بتقعدي هنا؟ ايوه، وايام بيبقى اكتر من كده بقى، اللي هو يوم الفرز بنقعد يوم طوله ونفرز بقى ونطلع ونعدي وكلام من ده. بس غريبة برضه استقبل ان يعني ست تدخل جوه موضوع العسل ده. احنا معانا رجالة اهو، وبعدين هم اللي مشجعيننا وهم اللي معلميننا، يعني هم اللي جرؤونا، دول هم كنا الاول بنخاف. ما خفتش يا دكتور بقى على السيدات لما بتدخل في المجال؟ لا طبعا، هو مجال جميل والنحل كائن جميل ولطيف ومفيش فيه اي مشكلة خالص. ايه خالص. المعلومات الغلط اللي احنا اخدينها عن النحل وعن وعن عسل النحل؟ المعلومات الغلط، في بعض الناس بتنشر بين الناس وبعضها اختبارات معينه عن العسل وعن طريقه اكتشاف جوده العسل. الاختبارات دي كلها اختبارات مش صحيحه، زي موضوع ان احنا نحط عود كبريت في العسل وبعد كده لو حاولنا نولعه يولع، ده يقول لك العسل كده نقي وسليم. لا، حد تاني يجيب شويه عسل ويحطهم في اناء ويحط لهم ميه ويهزه، لو عمل شكل العيون الثلاثيه يقول لك ده العسل كده مظبوط. ده كلام فاضي وكلام مش حقيقي. العسل السليم تعرفه عن طريق حاجتين اتنين، يا اما توديه معمل للتحليل، يا اما يكون من عند نحال عنده ضمير وثقه وانت بتثق فيه. قول لي ايه ده؟ ده برواز، ده عباره عن قفص نص كوره بحط تحته ملكه غير ملقحه احتياطي لما اكون محتاج انتج ملكات. النحل
عنده منتجات كتير زي العسل وزي غذاء الملكات وزي حبوب اللقاح وزي سم النحل وزي ملكات ملقحه بتتصدر بره، بتروح السعوديه وبتروح الامارات. كنت بتقولي بقى ان في حاجه في اه في من ضمن المعلومات الخطا عن العسل ان الناس تاخد عسل يقول لك ده العسل ده جه من مني او تبلور، ده مش طبيعي. بالعكس العسل الطبيعي يتبلور ويبقى مرمل زي السمنه كده، يعني لو حطيته في بقك ايدوه ما يكونش مسكر بقى وفيه القشره بتاعت السكر دي او محتاج انك تدوبه بالفانج او حاجه، لكن هو الطبيعي بيتبلور ويرجع يفك تاني لو درجه الحراره تاني زادت. عايز منك بقى رساله لكل ست بتشوفك وانت بقى واقفه في المنحل كده وقرص النحل اللي مبهدلنا ده، يعني انا زوجي كانت بهدلت كل واحده عندها هوايه لازم ما يبقاش عندها ما تتكسلش، يبقى عندها هوايه او شغل او يعني اثنين، ولان ده حاجه يعني وبيوريك ان هو مقروص اهو. انا عايز اقول لك في بهدله يعني بالنسبه ست او راجل في العمل، يعني مفيش ما عادش دلوقتي حاجه كده، دلوقتي الستات بقت مستشارات وقاضي وكل حاجه، فمش هنيجي في الخليه ونقول ما ينفعش، لا الستات ما شاء الله عندنا بتجازف وبتساعد جوزها واخوها في كل الشغل، خصوصا عندنا هنا في دمياط، يعني كنت تلاقي الست نظاره واقفه معاه في الورشه تحت او حاجات كتير، فما عادش بقى حته ان هي بتتراجع او بكده، لا الشغل ماهوش عيب وده حاجه كويسه. انا بشكرك جدا في اختام لقائنا، ربنا يعينك يا رب. الى هنا اعزائي مشاهدي اليوم السابع ينتهي لقائنا من داخل منحل عسل في محافظه دمياط مع الست امل وتجربه لسيده تعمل في مناحل العسل. حاولنا ان احنا نقول بعض المفاهيم عن صناعه العسل وازاي تشتغل في منحل. اشكركم جدا اعزائي مشاهدي اليوم السابع، كان معكم هيثم مراد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.